شو اللي جمع أحمد السعدني وفتحي عبد الوهاب؟ راجل أستاذ روماني خيري روماني خيري. أهلا وسهلا وهالمشهد ما كان من كواليس مسلسل بيجمعهم ولا حتى عرض مسرحي بيقدموا سوا، وإنما كان خلال تقديمهم لحفل ختام مهرجان اسكندرية المسرحي العربي. أهلا وسهلا أنت أحدهم واحد أنا أحدهم اثنين. وبالرغم من أنهم ما أعطوا مقابلات مع الصحافة، بس الكوميديا اللي قدموها سوا طغت على الحفل. إخراج الأستاذ روماني خيري روماني خيري بس الفرنساوي ضعيف شوية. هي لو ولا لا؟ لا. وأحمد وفتحي كانوا اختيار أشرف زكي اللي الواضح إنه كان متردد قبل ما يطلب منهم. تفتكر أنا معلم؟ بس هم ما تأخروا بالرد عليه وقت ما أعلن عن قيمة الجوائز. الناس بتقول 10,000 والناس الثانية 5,000. لو تقدر المهرجان مرتاحي عشان كده مش هتدفع لهم فلوس. وهالأجواء كنا شفناها من بداية المهرجان بالصور اللي انتشرت للنجوم المشاركين فيه كأعضاء لجنة التحكيم. المسرح كان يستحمل من بدري قوي ان احنا نعمله مهرجان. المسرح ابو الفنون. انا شخصيا بحترم ده لاني انا مش عايز اعجز برضه، انا عايز اتفرج على ناس صغيرة بتفكر ازاي، اصغر مني بسنين كتير بيفكروا ازاي. وإياد نصار اللي انتشر له هالفيديو المضحك كان حريص انه يحضر كل الفعاليات الخاصة بالمهرجان. انا ممثل مسرحي بالاساس، فموضوع ان اكون داخل لجنة التحكيم فالموضوع ده مش بعيد عني. اهم حاجه واجمل حاجه انه المسرح ده قائم على طلاب، على ناس لسه هتبتدي تقدم نفسها للعالم بشكل احترافي. ولهيك منذر رياحنا اللي كان يتفاعل مع المهرجان عنده على الانستغرام حاب يشكرهم عبر ايتي بالعربي. حابب اشكر الطلاب على المستوى الراقي اللي قدموه لهم، شكرا اني انا عضو في لجنة التحكيم مع اساتذة كبار استفدت منهم جدا. ومن بينهم جمال سليمان اللي خبرته الكبيره بالفن خلته يوضح لنا ليش المسرح اقرب له من السينما. فيلم بياخد وقت كبير ومراحل بالتحضير كتير، ففي فرصة يعني لإنجاز ما يسميه الواحد الكمال يعني. لكن بالمسرح المسألة مختلفة، نحن أمام الجمهور، كل شيء حدث سواء كان لحظة إبداعية مضيئة جدا أو كان خطأ ما فهو حصل.